تفضل يعني. يلا تفضل. مو استاذ كابتن نشات؟ يلا تفضل. تفضل. جيت هنا يقولون خليجي 25 ما ينجح. خالد جاسم جاب بنايه كامله. جابها بالترلات واجي. شلون ما ينجح خليجي 25؟ ينجح. يلا تفضل لازم ينجح. حياكم الله. الله يحييك. حياكم الله. حياك. 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 اسمح لنا يعني شوي. حياك الله كابتن. حياك حبيبي. حياك يا عزيز. شو الاخبار؟ حياك. بشني. يا مرحبا. يا اخوي اول شيء يعني تفضل. يعني تفضل. انت تدري ان هذه الكلمه يعني تفضل ضاربه ترند عندنا في قطر والخليج؟ نعم. متى دريت فيها المراحل؟ حقيقه يراسلوني كثير من الشباب. زين. مراسلات. على انه هذه مركبه على كثير من المقاطع عندهم. وايضا في دول الخليج عموما ولا سيما في قطر. انه حتى اللي تنضرب سياره تقول تفضل. سياره انضربت. تفضل المرور واقف اليوم اللي يعاقبنا. تفضل. فصايره الترند عندكم. الله يحفظكم. انا سعيد اليوم حقيقه. الله سعيد يحفظ. جدا. وللامانه يعني أنا البارحة في مكان كانوا بي الأخوة من سامراء جايين للبصرة، وعد ما صار عندهم علم أنا راح أجي للمجلس، هذا كلامهم بالنص أنه تحيات أهالي سامراء للعزيز خالد جاسم. الله يسلمك. سلامهم لك. زين أنت هذه الكلمة يلا تفضل هذه أنت دائما تقولها ولا بس هذاك اليوم طلع معك الموضوع؟ أها. في أيام كورونا اللي ضرب العالم الحقيقة الوضع كان مربك جدا، والدولة أو الدول معطلة، مو بس العراق، الدول كلها معطلة. صحيح. ويعني أجل الله السامع كانت مجموعة كلاب سائبة، يعني كان تعبير عن انزعاج الناس وعن انزعاجي بهذه الطريقة، على أنه يا مسؤولين إحنا نعيش في كورونا وفي هذا الموت البطيء، لأنه يعني فيروس قاتل، وإحنا بهذه الطريقة يعني هناك ثلاثة هنا خمسة بذاك الفرع أربعة هنا، فيعني أجل الله سامع تعبير عن انزعاجنا من المسؤولين على الجانب الخدمي. فأجيت قعدت يم واحد منهم وقلت تفضل، يعني نايم المدلول حلوة نومته، يعني تفضل. ما كان المفروض يصير هيك يا وزارة الصحة يا بلدية يا أمانة، المفروض تعالجون هذا الموضوع لا يصير حمل إضافي في فوق كورونا. فصارت اللي تفضل يعني انه بدت تصير لازمه عند العراقيين. لازمه هذه لازمه عند كل العراقيين. إيه؟ هذا الفيديو اذا نذكره احنا. نعم. نعم. يعني وهاي الكمامه استاذ خالد. إيه؟ هاي الكمامه دلاله على انه فعلا في في كورونا، في ايام كورونا. انزين. نعم. هذه الكمامه صح انها دلاله في كورونا. هذه الكمامه في كورونا. واشتهرت انت بعد. وفعلا هو نايم ايضا الاستاذ السيد المخرج. يعني بالقصة هو بقى نايم يعني، وانا اتكلم يم راسه هو نايم. هو بعد يقول لك يعني تفضل. ما يقول لك نايم يعني. اجل الله سامع هذا المدلول. زين سؤال، وعقب ايش صار معك؟ يعني مثلا في شركات دعايات اعلانات جاتك شيء مؤسسات؟ يعني اجت الحمد لله، والبعض منها انا ما يعني رفضت ان اطلع بهذه الطريقه وهذه الصيغه حقيقه، لانه كانت رده فعل يعني تعبير عن سخطنا وانزعاجنا من الوضع اللي كان في ايامها. ومع الاسف هي استغلت في من البعض. وبالمناسبه انا ايضا اعاني من قضيه الصفحات المزوره، اكثر من 50 او 60 صفحه مزوره باسمي وتستخدم لطرق شتى. يعني تفضل. يعني تفضل. يعني تفضل. وانت تسولف يعني تفضل. يعني تفضل. حياك. حياك. استاذ علاء كان مذيع اخبار ها؟ لا مصور. مصور اللي قاعد يسولف. كان المصور معي. اسمع. فاقول له انت وياي، لانه حتى لان يضبط كاميرته على الحاله، لان كانت الكاميرا في زاويه اخرى. الله يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. واحنا نقول لك بعد يعني تفضل. يعني تفضل. حقيقه انا شاعر، تركت الشعر تقريبا ثمان سنوات. زين. ولكن لأنه رجال ونساء وحتى تراب العراق مجند لأن يعني نرسل رسالة للعالم أنه العراق موجود. حلو. وحقيقة واحد من أسباب هذه الرسالة للعالم
هو هذا البرنامج وحضرة جنابك الكريم. واحد من أسباب أن نظهر بصورة جميلة وطيبة لكل العالم حقيقة، وما يفوتني أنه أن ألقي بعض الأبيات اللي هسه كتبتها قبل شوية، واللي كثير من الناس يطلبون مني في أطلع على المباشر في صفحاتي في التيك توك أنه يطلبون شعر، ما أقول شعر نهائيا، ولكن حقيقة ربما هي مفاجأة أيضا لجمهورنا الحبيب. قل لي. أي نعم. قلت يا خالد حن لك قلبه ولك راد. يا خالد حن لك قلبي وإلك راد، إش ما لازم رجع يمك وإلك رد. الله. ولك راد العراق بشيعته أو سنته، وإلك راد بصدق وإخلاص تأخذ لك تحية، لأنه حقيقة أنا يومين صار في البصرة وفي الشارع يعني كلام للمسؤولين والمؤسسين والذين بذلوا جهود لإنجاح هذه البطولة في جانب، وجهودك في جانب آخر، لأنه من بطولة كأس العالم وهذه الجهود المضنية والجبارة التي بذلت في قطر الكريمة والحبيبة، وأن بعد 10 أيام مباشرة أن تأتي إلى العراق وتساند العراق وبهذه الجهود الجبارة، يعني أنا أدعو في أن يصنع لك تمثال في البصرة حقيقي. شكرا لك. شكرا طال عمرك. الله يرعاك. ما عندي رد، كل أقدر أقول لكم أن هذا حق واجب علي. الله يحفظك. وشكرا لمؤسستي مؤسسة قطر للإعلام ولقناة الكاس اللي أعطوني هذه الفرصة أني أنا أكون موجود بالبصرة، هذا اللي أقدر أقوله. شرفت. وشكرا لك ولكل شعب العراق العظيم. الله يحفظك. على كرمكم وحفاوتكم واستقبالكم. وللعلم أنا مش قادر أكمل الحلقة اليوم بسبب الحفاوة، بدون أي مبالغة حاولنا نسوي خطة وطريقة معينة للاستقبال، يعني كل شوي نستقبل من الجمهور قاعد يجينا أعداد كبيرة، أنا أقدر أقول عدد كبير جدا، ولا والعدد الكبير جدا في هذه الحفاوة اللي تشوفونها أنتوا قدامكم، وأنا أتعمد أني أطلعها على الهواء عشان أرويكم أن الشعب العراقي مش محتاج منا شيء، ترى الشعب العراقي كريم وحبيب ووده أنه يقوم بالضيافة وزيادة، ويشهد الله يشهد الله أن اللي تشوفونه قدامكم ولا شيء، اللي تشوفون هذه الهدايا اللي قدامكم ولا شيء، اللي تشوفون طريقة تعبيرهم ولا شيء، والله ثم والله ثم والله اللي داخل واللي برا خلف الباب واللي خلف الباب الآخر، لو تشوفون الأعداد تقولون وين إحنا كنا عن هاي الناس. الموضوع مش موضوع حاجة، هم مش محتاجين منا شيء، أرجع وأقول هم محتاجين أنهم ينهضون ببلادهم، ومحتاجين أن إحنا نكون معاهم ونتواجد بينهم بس، ونقطة من أول السطر. والله يحفظ لكم بلادكم. شكرا جزيلا. شكرا. وأنا يسعدني ويشرفني أنك أنت يا أخوي العزيز تقول ما تكتب شعر وكتبت عني، فأنا الله يجزيك خير ويرحم والديك. الله يحفظك وبيض الله وجهك أنت وكل كل أهل العراق بدون استثناء. الله يبارك بك كل طوائفكم. الله يحفظك. معنا نسخة أبو قاسم، معنا أستاذ حسن، معنا في اليمن نسخة يمنية نفسها. نعم. تفضل. أنا أقول من كم مزروقة من مصدرنا عنده. عصام شوية ضايق. كابتن نشأت، كابتن عصام الحضري الضايق لأنه كتبت شعر على أسطورة الإعلام وما كتبت على أسطورة الملاعب. يلا تفضل عصام، يلا سمعنا على طول. قول تفضل. يلا تفضل عصام. يلا تفضل تفضل يا عصام. يعني أنا مقل بالنسبة لي متابعتي لكرة القدم حقيقة، ولكن تاريخ وبصمة كابتن عصام الحضري، تاريخ أسطورة وبصمة وأسطورة، ولكن مع هذا خشي في الشعر بتاعنا، مع هذا أيضا أكو بصمة للشعر لا تقال إلا لخالد جاسم، وفي المناسبات الأخرى تقال لي غير خالد. شكرا يا عزيزي. شكرا الله يرحمك. جبت لنفسك يا عصام. ما تمر روح وياكم نفتح معاكم.